بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس كتاب حقائق عن التصوف للعلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: المذاكرة، يعني المذاكرة بين التلميذ أو المريد وشيخه. قال: هي استفادة المريد من خبرة مرشده بسؤاله عن أحكام شرعية تتعلق بتصحيح العقائد أو العبادات أو المعاملات. يعني إذن المرشد لا بد أن يكون فقيها، عالما بأحكام العبادات، عالما بأحكام المعاملات، عالما بالعقائد، ليس هكذا عاميا جاهلا لا يعرف من الشريعة إلا ما تلقاه وهو صغير، لا، هذا لا يكون شيخا ولا يكون مرشدا. أو بأن يعرض له ما يحدث معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية قد تلتبس عليه فتوقعه في شكوك وأوهام، كالشكوك في العقائد الإيمانية وكالتعلقات الدنيوية التي يقف حيالها حائرا مضطربا. اعترته شبهة تتعلق في أحد في مسألة من مسائل أصول الدين، لا يزيدها عنه إلا شيخه، يذهب إليه ويبين له هذه. كذلك هو يرى من نفسه أنه متعلق بهذه بأمر دنيوي يشغله عن كثير من العبادات والطاعات والواجبات، يعرض لشيخه يخبره بأني أنا قلبي يميل إلى هذا وهذا يشغلني، كيف أتخلص منه، كيف أعالج هذا الأمر؟ أو بأن يكشف له عن أمراضه القلبية كالكبر والحسد والنفاق وحب الرئاسة. أحبابي، المريد ينبغي أن يكون بين يدي مرشده كالكتاب المفتوح، يقرأ فيك شيخك ومرشدك كل شيء، لا تخفي عنه شيئا، هذا إذا أردت النجاح وأن تقطع طريقا طويلا بوقت يسير. أنت عندما تستعين بخبرة وعلم وفقه ودين شيخك تختصر المسافات، يرشدك إلى الطرق التي تنجز فيها ما ينجز، مثلا طريق تنجز فيه ما ينجزه غيرك، تنجز فيه أنت بشهر ما ينجزه غيرك بسنة. هذا هو العاقل، أن يستفيد من خبرات الآخرين. أما أن يقول لا، أنا أعتمد على عقلي وعلى فكري وعلى قراءتي وعلى مطالعتي، سيطول بك الطريق. نعم. قال: وعن رعوناته النفسية كالتحدث عن كراماته ومرائيه. يعني هذا المريد يرى رؤى كثيرة فيحدث إخوانه عنها بغية الثناء والشهرة وغير ذلك من الصفات الناقصة، بغية معرفة طريق الخلاص منها. أنا أشعر بنفسي أني متكبر، أصدقائي لا يلاحظون ذلك ولكنني أنا أرى أننا نتعامل معهم بكبر. أعرض هذه العلة على أستاذي وشيخي كي يعالجني منها، كي يدلني على كيف أتخلص من هذا الأمر، العجب، الرياء، غير ذلك. قال: وهكذا يرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات التي تعترض طريقه. وقد يذاكر المريد شيخه في أحواله الطيبة ومقامات سيره واستشراف روحه للحضرة الإلهية وما يرد على قلبه من واردات
رحمانية أو ملكية ومفاهيم قرآنية وعلوم وهبية. كثير من الطلاب أو المريدين يقرؤون مثلا آية من القرآن الكريم ويجلسون يتفكرون بها بعد الأذكار، يأتون بأذكارهم المعتادة ثم يقرؤون شيئا من القرآن فيقفون عند نص قرآني يتفكرون به فيفهمون منه فهومات جديدة لم يقرؤوها في كتاب، ينزل الله عليهم، يقذف الله في قلوبهم أشياء. فينبغي أن تطالع شيخك بما فهمته، أن تطالع تخبر شيخك بما هل هذا الفهم صحيح أم غير صحيح، هل هو موافق للشريعة؟ فإذا كان موافقا للشريعة صحيحا علمنا بأن هذا الوارد رحماني ملكي، أما إذا كان غير موافق فيه خلل علمنا بأن هذا الوارد شيطاني الذي يميز لك شيخك يسعفك في هذه الأمور. فكل ما يرد عن قلبك أثناء الذكر من إلهامات من أفكار من آراء من أشياء تخبر به، ما إذا كان خفيا، إذا كان خفيا تخبر به شيخك وهو يبين لك ما فيه. قال: فالمذاكرة لها أهمية كبرى في سير المريد إلى الله تعالى، وهي ركن عظيم من أركان الطريق، من أركان الطريق الخمسة: الذكر والمذاكرة ومجاهدة النفس والعلم والمحبة. ومثل المريد مع مرشده كمثل المريض الذي يكشف لطبيبه كل ما يلقاه من أعراض مرضية. أنت مريض ذهبت لطبيب، هل تقول تستحي أو تمتنع عن إخباره عن أشياء متعلقة بعلتك؟ تخبره بكل شيء. فلما لا تخبر شيخك بالكبر الموجود الذي في قلبك، بالرياء الذي في قلبك، بالعجب الذي في قلبك؟ أنت مريض وشيخك هذا يعالجك. كمثل قال: كما يخبره عن جميع مراحل تحسن جسمه وصحته، شربت الدواء فشعرت بتحسن، اتصل بالطبيب، جزاك الله عني كل خير، لقد ذهبت العلة. كذلك تخبر شيخك بأن هذا الوصف الذميم الذي كان فيه بدأ بالانحسار وبدأ يتقلل، تخبره ذلك. ومن جهة أخرى فإن المذاكرة تقوي الصلة بين المريد والمرشد. تجد الطلاب عند شيخ واحد، ها فلان أقرب إلى الشيخ من فلان. لما؟ لأن الشيخ فلان هو على تواصل مستمر مع الشيخ، وتجد الشيخ يعطي اهتماما بهذا الطالب. الشيخ لا يقدم هذا الطالب على إخوانه أبدا، ولكن المريد هو الذي جعل الصلة بينه وبين شيخه. كلما يحصل معه شيء يذهب للشيخ، سيدنا حصل معي هذا وهذا ماذا أفعل؟ فيصبح هذا التلميذ محط اهتمام الشيخ. من الذي جعله محط اهتمامي؟ التلميذ هو الذي فرض نفسه على الشيخ، هو الذي فرض نفسه. ومن إخلاص الشيخ ألا يرده. أما ما دمت أنت متجافيا عن الشيخ فالشيخ متجافي عنك، يسأل عنك سؤالا عاما مع باقي أصدقائك. أما لما أنت كنت لصيقا به تجده هو يتصل بك ويهتم بك ويراجع أمورك ويتابع جميع مسائلك. هذا الأصل، أنت الذي تصنع العلاقة مع أولئك، مع شيخك، مع مربيك، مع مرشدك، ليس هو الذي أنك أنت الذي بحاجة إليه، أنت بحاجة إليه، ليس هو بحاجة إليك. لأنه هو في الماضي عمل هذه العلاقة مع شيوخه أو مع شيخه، مع مربيه، فانتفع. فأنت إذا كنت باحثا عن هذا النفع ينبغي عليك أنت أن تسعى وراء هذه الصلة. يعرف مولانا، يعرف من نفسه هو، هذه علة. لا، هو ينبغي أن دائما، هو بالأصل المريد متى، يعني من الذي يكشف العلة؟ من الذي يكشف العلة مولانا؟ يكشف العلة العالم بها. فأنت عندما تقرأ كتب التصوف يعرف أمامك الكبر، فتعرف هذا الذي أنت فيه متكبر أم ليس بكبر، يعني أو العجب كذلك أو الرياء وغير ذلك من الصفات الذميمة. ينبغي أن يقرأها الإنسان ويطلع على معانيها كي يعرضها على نفسه بعد ذلك، فتصبح معرفته بالكبر ميزانا له،
هل هو متكبر أو غير متكبر؟ قال فتزداد المحبة ويقوى التجاوب، كما أن المريد يستفيد بالمذاكرة من شيخه علما وحالا ومعرفة، لأن العلم روح تنفخ لا مسائلها تنسخ. العلم روح تنفخ، تأخذها من شيخك العلم لا مسائل تكتاب. فالمذاكرة إذن تطبيق عملي لأدب من آداب الشرع، وخلق أساسي من أخلاق الإسلام، وهي الشورى التي مدح الله بها المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، والتي دعا إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله المستشار مؤتمن، يعني أمين على ما استشير فيه. وكذلك معنى المستشار مؤتمن أنه أنت عندما يأتي الإنسان ويستشيرك بمشكلة بمعضلة حصلت معه، أنت أمين إياك أن تعطيها، أن تنقلها لثالث، هذا سر، هذه أمانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث أخاه حديثا ثم التفت فهي أمانة، وخيارة الأمانة أمر عظيم. قال وإذا كانت الشورى هي للاستفادة من خبرة أهل الاختصاص في أي جانب من جوانب الحياة، كالمريض الذي يستفيد من خبرة الطبيب، والبناء الذي يستفيد من خبرة المهندس، والمظلوم الذي يستفيد من خبرة المحامي إلى آخره، فإن المذاكرة هي للاستفادة من خبرة المرشد في ميدان التطبيق العملي لدين الله تعالى. أنت قرأت الأحاديث الدالة على فضيلة الصيام، صيام سيدنا داود عليه السلام، تقول أنا أريد الآن أن أصوم يوما أفطر يوما، تريث قبل أن تتخذ هذا القرار اذهب إلى شيخك واسأله، أنا أريد أن أبدأ بهذه الطاعة، ما رأيك؟ هو ليرشدك الآن أم ليس الآن، هو يرسم لك الطريق. تريد أن تصلي تهجد، أنا كنت ما أصلي التهجد، الآن سأبدأ هذه الرحلة، كيف أبدأ بها؟ شيخك يرشدك، لا تقول لا أحتاج، هو يرشدك يعلمك، يرسم لك برنامج وتمشي عليه، فلما تجد همة فوق هذا البرنامج لا تتعدى البرنامج الذي وضعه لك شيخك، كي لا تكون كالمنبت لا أرضا أبقى قطع ولا ظهرا أبقى. فترجع إلى أموري إلى شيخك تسترشده. قال وقد نوه الله تعالى لهذه الاستفادة بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابها بين مذاكرة المريد لمرشده وبين الاعتراف عند النصارى. النصارى الواحد يرتكب الذنوب والآثام والموبقات ثم يذهب إلى الخوري ويعرض له كل الآثام والذنوب التي فعلها، فيقول إذا لقد غفر لك، أنه هو نائب الله في الأرض، هكذا يدعون، هو وكيل الله، يدخل الجنة من شاء ويمنع الجنة من أراد. هذا ليس هذا مراد الصوفية، ليس من باب الاعتراف، ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في الحكم ولا يلقي الكلام جزافا دون تفكير أو تدبر، بل يفرق بين من يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن آثامه وجرائمه بغية أن يغفر له، وهذا هو الضلال كما هو الأمر عند النصارى، وبين من يأتي لخبير عالم فيكشف له عن أمراضه وأحواله بغية أن يدله على الطريق العملي للتخلص منها، كما يكشف المريض عن أمراضه ولو كانت مما يستحيا منها من أجل تشخيص الداء وصف الدواء الناجع. إنسان ما يستطيع أن يقرب زوجته عنين، يستحي بذلك، فإذا بقي مستحيا يبقى على عنته ما يستطيع، يذهب للطبيب يكلمه على استحياء، يقول له أنا ما أستطيع ما، فيصف له الدواء. فهناك علل يستحي الإنسان من ذكرها، ولكن لا بد من ذكرها، تذكرها على استحياء فيكتب لك الدواء فتعافى منها. وكذلك العلل القلبية والأمراض والذنوب والآثام، هذه كلها تحتاج إلى معالجة. قال وقد يشتبه الأمر على بعض الناس
فيظنون أن مذاكرة المريد لمرشده في أمراضه القلبية كالكبر والعجب وغير ذلك وأحواله النفسية من معاصي، فلان مدمن على معصية ما، يذهب لشيخه ويقول أنا مدمن على المعصية الفلانية، ماذا أفعل؟ كيف أتخلص منها؟ ومخالفات نوع من المجاهرة، قال نوع، فيظن أن مذاكرة المريد نوع من المجاهرة بالمعصية، وليس كذلك. ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم ثم يأتي للناس يحدث عنه، فلان ارتكب معصية في الليل بالأمس، شرب الخمر أو زنى، يستيقظ في الصباح ويقول إخواني لقد بالأمس فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. هذه هي المصيبة، أن تخبر بمعصيتك من باب المباهاة والتفاخر، هذا الذي لا يجوز ويحرم. قال يحدث عنه من باب المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه. وبين من يندم، فرق كبير بين هذا وبين من يندم على ذنبه ويتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من وضعه المذموم فيأتي ليستفيد من خبرة مرشد. مرة أذكر هذا الكلام من 30 سنة، جاءني أحد الطلاب عندي، جاءني ويبكي يبكي بكاء شديد، طرق علي الباب في ساعة متأخرة من الليل وجلس دخل عندي، كان هو عمره تقريبا 14 عاما أو أقل، يبكي، تركته يبكي. فلما انتهنا البكاء، نعم أخبرني يا بني ماذا حصل. لما أراد أن يتكلم صار يبكي، جلس يبكي أكثر من ساعة، والله يا حبيبي لو جمعت بكاءه لملأ إبريق، لملأ إبريق من كثرة ما بكى. فلما استطاع أن يتكلم كانت جريمته أنه نظر إلى صورة امرأة عارية لأول مرة، ليست عارية كذا كما هي، إنما هي عبارة عن تستر سوءتيها فقط، وعد هذا جريمة عظيمة. طبعا أنا غضبت منه غضبا شديدا، كذا لم أهيول أمامه المسألة، غضبت منه غضبا شديدا وقال لماذا أفعل، كيف أستغفر، كيف أعود إلى الله، كيف نعم. وكان يحفظ القرآن، فبدأت أنا يعني بعد أن غضبت غضبا شديدا بدأت أن أقول له أن نستغفر الله وتصوم 3 أيام بنية التوبة وتصلي في جوف الليل، وبدأت معه برحلة جديدة تختلف عن الرحلة السابقة التي كنت أبدأ معه. نعم، فاستفاد كثيرا من هذا هو، ولولا أنه جاء أخبر شيخه لاستمر الأمر به، استمر الأمر به مرة بعد مرة إلى غير ذلك. فهذا الأمر يحصل أحبابنا، فأنت عندما تخبر شيخك الذي هو يربيك وينشئك ويخاف عليك ويرشدك ببعض الأخطاء التي أنت ترتكبها ليرشدك إلى طريق الخلاص منها، هذا لا مانع منه، ولكن أنت ينبغي أن تحسن الاختيار لمن تخبره وتسترشده في هذا الأمر. ليس كل من قال لك أنا خبير وأنا أعرف وأنا أرشدك وأنا شيخ وأنا مربي وأنا مسلك، لا لا لا، ليس كل، ينبغي أن تحسن الاختيار. ليس كل من يعجبك كلامه تخبره، يعني مثلا الآن أعجبك كلامي تأتي لتخبرني، لا ليس هذا، أياك، ينبغي أن تختار الشيخ الذي يربيك بدقة فائقة، بدقة فائقة، كما تختار الطبيب الماهر الذي يعالج العلل العضوية التي فيك. أما فلان شيخ ما شاء الله يتكلم وعجبني كلامه فأذهب، لا ليس هذا، كما مر معنا في أول الكتاب، لابد أن تتريث باختيار الشيخ الذي يربيك ويوجهك. وأهم شرط من هذه الشروط أن يكون الشيخ كما قلت لك منضبطا بالكتاب والسنة وغير داع لنفسه، لا يدعو لنفسه، لا يدعو لنفسه. وهناك شروط كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بمن يدلنا عليه. قال الإمام النووي معلقا على حديث كل أمتي معافاة، هو في الرواية المعروفة معافى بالألف المقصورة، ولكن الشيخ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم نص على أنها بالتاء وغيره خالفه. على كل،
إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. انتبه، هذا الحديث العلماء وقفوا منه موقفا عظيما وشرحوه، حتى قال بعض العلماء، حتى قال بعض العلماء، وأظن ابن جماعة هو هذا الذي قال هذا الكلام، قال حتى إن الذي يحصل بينك وبين امرأتك من المباحات، يعني أنت جالس مع زوجتك اليوم قبلتها مثلا من فمها، في اليوم الثاني تجلس مع أخيك صديقك تقول بالأمس أنا والله قبلت زوجتي وعانقتها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، هذا من السر الذي بينك وبين زوجتك، لا يجوز أن تفضيه. بالأمس تجلس مع أصدقائك، أنا بالأمس والله فعلت مع زوجتي واغتسلت، هذا لا يجوز. وبعض الناس، بعض الشباب ربما يذكره أمام أصدقائه، هذا لا يجوز أبدا بوجههم بحال من الأحوال، هذا سر، هذه مجاهرة، ما يصح هذا. إذن بعض العلماء جعل هذا من المجاهرة، كان مباحا فلما ذكرته أمام الناس صار معصية، فينبغي التنبه لهذا الأمر. قال كل أمة معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول يا فلان، يخاطب صديقه يعني، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح هو يعني يكشف ستر الله عنه. فهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي كشف ستر الله، ستر الله عنه، يوم القيامة سيفضحه الله على رؤوس الأشهاد، أنت سترك الله، فلما فضحت نفسك سيفضحك الله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فأنا عندما أذهب لشيخي المرشد المربي الكامل وأخبره عن بعض المعاصي والذنوب التي فعلتها، هل هذا من المجاهرة أم ليس من المجاهرة؟ قال ليس من المجاهرة. ليه؟ أنا أذكره ليس تلذذا بهذه المعصية، ولا أذكره متفاخرا، وإنما أذكره متألما باحثا عن طريق للخلاص. لاحظت الفرق؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. على كل، ماذا قال الشيخ النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث؟ اسمع، قال يكره للإنسان إذا يكره تحريما، يعني كراهة كبيرة عظيمة، إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، صديقك، أبوك، أخوك، أبدا لا تخبر أحدا، فعلتها وأنت مستور، لتبقى وأنت مستور، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال، ويندم على ما فعل، ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبدا. فهذه الثلاثة هي أركان التوبة: الإقلاع والندم والعزم، لا تصح إلا باجتماعها، لا تصح التوبة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة: الندم، الإقلاع، الندم والعزم على عدم العودة. فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه، يعني من أهل الخبرة، أهل الفهم، أهل الفقه، أهل العلم، ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته، أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك، فلا بأس به، بل هو أحسن. وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. إذا الأمر مرتبط بمقصدك من هذا الإخبار. نعم. ونقل الإمام المناوي في معرض شرحه لحديث المجاهرة، يعني الإمام المناوي له كتاب اسمه فيض القدير شرح الجامع الصغير، أنصحكم باقتنائه، فيض القدير شرح الجامع الصغير. الجامع الصغير الإمام السيوطي، أنا إن شاء الله تعالى سأفعل لكم دروس، سنوقف أسبوعا كاملا أفعل فيه معكم دروس، وأعلمكم فيها كيفية البحث العلمي، كيف نبحث في بطون الكتب. هذا أمر كثير، أنا التقيت للأسف بأشخاص والله يا أحبابي يحملون شهادات عالية، ماجستير ودكتوراه، لا يعرف كيف يخرج مسألة من كتاب، لا يعرف كيف يخرج مسألة من كتاب. إن شاء الله سنفعل أسبوع كامل ونعلن عنه، نأتي بكتب
نأتي بكتب، أنا آتي بكتب، أو كل واحد منا يأتي بكتابين ثلاثة نجعلها بين أيدينا ونطرح مسائل للبحث ونتعلم كيف نخرجها من هذه الكتب. ففيض القدير شرح الجامع الصغير الشيخ المناوي، هذا من الكتب التي تحتاج إليها أنت في الرجوع لشروح الحديث، في الرجوع لشروح الحديث. فيض القدير شرح الجامع الصغير كتاب هام جدا ينبغي أن تقتنيه، لأن أحبابنا دائما الشروح الأحاديث الحديث له شرحان، شرح مفصل وشرح مجمل. الشيء أنت في معظم أحيانك تحتاج إلى الشرح المجمل المختصر المقتضب، موجود أين؟ في الجامع الصغير. أما الشروح المفصلة فتح الباري، شرح النووي على مسلم، تحفة الأحوذي، عون المعبود، شرح أبو سنة أبو داود، هذه كلها ينبغي أن تقتنيها كذلك، هذه كتب ينبغي أن تقتنيها. يعني أنت لا تشتري أي كتاب، هناك كتب أنت كطالب علم، كطالب علم ينبغي أن تكون مكتبتك هذه كتب فيها. لا تقول أنا متى أقرأها، أنت قد تشتري كتابا، تشتري كتابا. أنا أذكر مرة من المرات اشتريت كتابا من أكثر من 20 سنة، ثمنه أذكر الآن تماما، اشتريته ب3500 ليرة، مبلغ كبير، وضعته في المكتبة سنة أو سنتين أو ثلاث لم أفتح الكتاب. بعد 3 سنوات سبحان الله كنت أعمل بكتاب وحقق كتاب، فعرض علي مسألة، فسألت أحد الشيوخ أين أجد هذه المسألة، قال لي في الكتاب الفلاني، بالكتاب الذي اشتريته هذا أذكر تماما. فاتصلت فيه على الهاتف، فلما قمت قلت لزوجتي، قلت لها لقد آن أوان أن أنتفع بهذا الكتاب، فأخذته وانتفعت به. فأنت قد تنتفع بالكتاب بمسألة واحدة، ثمن الكتاب 3000-4000، فتكون الفائدة ثمنها 100,000، تكون ثمن الفائدة 100,000. فأنت ينبغي أن يكون عندك هذه الكتب تقتنيها. كلما حصل لديك مال لا تشتري أشياء تافهة، اشتري كتب، هذه الكتب تنفع، كنز، هذه الكتب كنز. المهم الذي قادنا لهذا الكلام إن شاء الله في فائدة هو الفيض القدير. المهم قال الشيخ المناوي رحمه الله، قال نقل قول الإمام الغزالي، قال الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، هذا يكون كشفا مذموما قبيحا، لا على وجه السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، ذهب ذاك الرجل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله لقد واقعت امرأتي وأنا صائم، هذه معصية، هل ذكرها تفاخرا وحبا؟ لا، ذهب إليه وهو يبكي وقال هلكت وهو خائف، فهو يستفتي. فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فلم يقول لما جئت أخبرت تخبرني، لما لم تستر على نفسك، لا بالعكس، وظهر لنا من ذلك حكم شرعي. فكان لهذا الصحابي بهذه المعصية، لذلك قال بعض العلماء معاصي الصحابة كان لهم فضل علينا حتى بذنوبهم وآثامهم، معصيتهم كانت تشريعا، معصيتهم كانت سببا للتشريع. لو أن هذا الرجل لم يقع على زوجته في رمضان، من أين نأتي نحن بهذا الحكم؟ فكانت معاصيهم تشريعا، لذلك كانت لهم مرتبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز بحال التعرض لهم والطعن بهم. قال الخلوة تعريفها، هذا الركن الثالث كما قال الشيخ، أو كما قبل قليل قال الذكر والمذاكرة، ما قال الخلوة، لا، الذكر والمذاكرة. قال الخلوة، قال الشيخ أحمد زروق في قواعده، الخلوة أخص من العزلة، من العزلة، وهي بوجهها وصورتها، الخلوة يعني نوع من الاعتكاف، ولكن لا في المسجد، اعتكاف ليس في مسجد، وقد يكون في المسجد وربما كانت فيه،
وأكثرها عند القوم لا حد لهم. قد يعتكف الإنسان شهر شهرين ثلاث أو يعني قد يخلو، لكن السنة تشير للأربعين بمواعدة موسى عليه السلام. والقصد يعني الوسط، الوسط في الخلوة في الحقيقة 30 يوما، إذ هي أصل المواعدة، المواعدة بين الله وبين موسى عليه السلام كانت 30 يوما أولا. وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شهرا كما في مسلم، وكذا اعتزل نساءه، وشهر الصوم واحد في السنة يعني 30 يوما. وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في سلوكه، فهذا مرتبط بسلوك المريد، الذي يحدد مقدار الخلوة هو الشيخ. وأقلها 10 لاعتكافه عليه الصلاة والسلام بالعشرة، وهي أي الخلوة يعني للكامل زيادة في حاله. إذا الخلوة لها مقصدان، إما من أجل أن تزيل النقص الذي فيك، وإما أن تكمل نفسك. فقال الخلوة هي للكامل زيادة في حاله، ولغيره ترقية، لغيره ترقية يعني إزالة نقص، إزالة نقص تطهير. ولا بد من أصل يرجع إليه. قال والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسة، وإفراد القلب لذكر واحد وحقيقة واحدة، ولكنها بلا شيخ مخطرة، يعني أمر خطير، ولها فتوح عظيم، وقد لا تصح بأقوام، قد لا هناك أقوام قد لا ينتفعون بهذه الخلوة. الخلوة، الخلوة غالبا تكون مع أشخاص يصلون الجماعة في ذلك المكان، يصلون في ذلك المكان. وإذا كان مختليا لوحده الغالب أنه لا يخرج إلا للجمعة، إلا للجمعة. ذكر أن النبي ذهب إلى حراء، فهل هذا يندب علينا كذلك يعني الفعل الذي كان قبل البعثة، أفعال النبي التي كانت قبل البعثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعدها، يعني ما كان قبل البعثة، ما كان قبل البعثة ليس مما ينكر فعله، بل كان بوحي من الله عز وجل. واضح؟ ليندب فعل ذلك. يضاف إلى هذا أن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قال العلماء، كانت مقدمة لأمر، لأعظم أمر على في الوجود، وهو النبوة، فهو النبوة. فهذا دليل على أن الخلوة يترتب عليها ثمرة عظيمة، وخلوة كل واحد منا حسب مقامه، يعني بقدر ما في قلبك علائق أو تقل العلائق تنجح هذه الخلوة. الأصل مهمة الخلوة تقليل هذه العلائق، تقليل هذه العلائق. لذلك تحتاج كما قال الشيخ، تحتاج إلى مرشد، إلى شيخ يوجهك أثناء الخلوة. نعم. فإذا فقد هذا المرشد لا بأس، لا بأس أن يجتمع عدد من الأصدقاء 4 5 3 إلى آخره، يجتمعون مثلا نقول أخي كل شهر نعتكف 2 3 أيام على قراءة قرآن، أذكار مثلا أذكار السنة وقراءة قرآن بشكل مطلق. لا نلتقي بأحد، لا نذكر أحدا أبدا، لا بخير ولا بشر. عندنا مثلا استغفار 1000 مرة كل يوم، صلاة على النبي 10000 مرة، كلمة لا إله إلا الله 10000 مرة، سبحان الله 1000 مرة إلى آخره، طيلة الذكر. عندنا قراءة قرآن 3 ساعات قراءة قرآن، وهكذا 3 أيام كل شهر، هذا لا مانع منه، وهذا يثمر ثمرة عظيمة إن التزموا بشروط. وهي أهم شرط من هذه الشروط، ما هو؟ عدم ذكر أي شخص آخر، لا بخير ولا بشر.
نحن الآن منقطعون عن العالم كله، لا نعرف أحدا، لا نعرف أحدا، ولا نسمع جوالات مغلقة، كل شيء. نحن الآن جالسون هنا فقط لبرنامج ذكر وضعناه كل شهر 3 أيام، يومين كل شهر، وهكذا يكون في ذلك ثمرة. وهذا مجرب أحبابنا، هذا مجرب. قال: فالخلوة إذن انقطاع عن البشر لفترة محدودة، وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي، ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطع. ثم ذكر لله تعالى بقلب حاضر خاشع وتفكر في آلائه تعالى. لذلك الشيوخ يهيئون للطلاب والمريدين أثناء الخلوة الطعام والشراب، يأتي الطعام للمريد يأكل ويقوم، هناك من يأتي بالطعام ويرفع الطعام ويغسل ولا يفعل شيئا، لا منقطع، هو فقط للذكر والعبادة، لا يفعل شيئا 20 يوم 30 يوم 4 أيام، الذي يعني يقرره العلماء، يقرره الشيخ المربي المرشد. الله. قال: ثم ذكر لله تعالى بقلب حاضر خاشع وتفكر في آلائه تعالى آناء الليل وأطراف النهار، وذلك بإرشاد شيخ عارف بالله يعلمه إذا جهل، ويذكره إذا غفل، وينشطه إذا فتر، ويساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس. حدثني مرة أحد المريدين كان عنده شيخ، قال لي: كنا نحيي ليلة القدر في رمضان، قال الفجر يؤذن الساعة 4 أو 4:30، الساعة 12 في الليل تقريبا، قال الشيخ للناس كلها في الجامع: الكل لكم الآن حرية مطلقة، إما تذهبوا إلى البيت، أو من أراد أن ينام هنا فلينام، إلى آخره. قال: والشيخ أخذ الوسادة، قال لي: أنا أراقب الشيخ من بعيد هو ولا يشعر بي، أخذ وسادة ونام هكذا مستقبل. فالناس لما رأوا الشيخ نام ماذا فعلوا؟ إذا كان الشيخ نام نحن ماذا نفعل؟ ننام. فنام القوم كلهم. قال: فما رأيت للشيخ قد رفع رأسه هكذا؟ فقام الشيخ قال لي: واستلم القبلة. قال لي: صلى في ساعتين أكثر من 100 ركعة. أنا عد عليه يصلي الشيخ خلال ساعتين. قال: أنا أنتظر هكذا. فبعد انتظار الشيخ اقتربت منه فاستأذنت، تأذن لي أن أقتدي بك. قال: تعال يا بني. وصليت هكذا إلى أن قارب طلوع الفجر تقريبا بساعة، وقت السحر 1:30 تقريبا، فأيقظ الشيخ الناس كلهم، فما أحد علم به، علم به إلا هذا المريد الذي كان يراقب الشيخ، هو يراقبه بقصد أن ينتفع به، فانتفع وارتفع. فدائما الحضور الشيخ تعلو همتك أنت بالشيخ، تعلو همتك أنت بالشيخ. الشيخ يساعد المريد لينهض، ينهض بحاله. أما إذا كان الشيخ كسلان، نام الشيخ فنام القوم وانتهى، لا، الشيخ لم ينام، الشيخ أراد أن يقوم، أراد أن يريح الناس، لا يريد أن يتعب الناس، أن هم يقتدون بالشيخ. فلما نام، من أراد أن يقوم يقوم، فلكن الناس كلهم ناموا، فقام هو الشيخ. قال: هذا رأيته بعيني يفعله شيخنا. قال: طريقتها، طريقة هذه الخلوة، يذكر الغزالي رحمه الله تعالى طريق الخلوة ومراحلها ومقاماتها، فيبين أن الشيخ يلزم المريد زاوية ينفرد بها، ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال، فإن أصل الدين القوت الحلال، وعند ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه، فيجلس ويقول مثلا: الله الله، وهكذا 1000 2000 3000 10000 100000. هذا كله يحتاج إلى إذن، هذا كله يحتاج إلى إذن. الذكر بالاسم المفرد بالذات يحتاج تكراره بالأرقام الكبيرة إلى إذن، أما 10 مرات 20 مرة 30 مرة 100 مرة لا إشكال في ذلك، أما أكثر من ذلك لا.
التسبيح 100,000 ما في مشكلة، الصلاة على النبي 1,000,000 مرة ما في مشكلة. بالعكس، لو أنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 مرة في مجلس واحد، ثق تمام الثقة بأنك تجتمع بالنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام يقظة، وهذا يقين، في مجلس واحد 70,000 مرة. إن لم تصدقني جرب 70,000 مرة، امسك السبحة وقل اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 70,000 مرة في مجلس، قم لصلاتك وقضى حاجتك فقط، لا تكلم أحدا. أنت الآن منقطع، تتهيئ نفسك للاجتماع بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بد وأن تجتمع به، وهذا مجرب 70,000 مرة. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى همة، إلى همة عالية. قال أو ما يراه الشيخ من الكلمات فلا يزال. قد الشيخ يعطيك ذكرا يختلف عن ذكر غيرك، لأن هذا الذكر يناسب علتك، والذكر الثاني يناسب علة غيرك، وهكذا. قال فلا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن لسانه، فيبقى الذكر يجري على اللسان ولكن في الحقيقة هو في القلب، وتبقى صورة اللفظ في القلب، ثم لا يعني عند أن يقول الله في اللسان، فلما يتوقف لسانك عن كلمة الله يبقى قلبك مستحضرا لكلمة الله. لذلك أثناء الذكر يعلمون المريد أنه أن يكتب كلمة الله، يغمض عينه يقول الله ويرتسم نور في عينه، أنت الآن أغمض عينيك هكذا يقول الله واكتب، تجد بياض، تتخيل أن تكتب كلمة الله. فإذا ما زالت أنت مغمض عينيك، زالت هذه الكلمة، الكتابة التي كتبتها أنت يكتبها مرة ثانية، الله الآن كتبت، أنا أراها الآن، تكتب في مخيلتك فتكررها 100-200، زالت ترجع فتكتبها مرة ثانية، فهذه الكتابة تنعكس في قلبك. فإذا ما توقف لسانك عن هذا الذكر يبقى قلبك مستحضرا لهذه الصورة التي أنت كتبتها مرارا وتكرارا. ولكن قلنا كلمة الله تحتاج هذه إلى ذكرها، يحتاج إلى شيخ مرشد مربي، وهذا أحبابي مجرب، ليس ضربا من الخيال، طبعا لا ينكره إلا من لم يذقه. الاسم المفرد، نعم، هل هذا فيه خلاف طرق؟ خلاف طرق، نعم. الأفضل أن تقولها، تسمع نفسك، الأفضل بعد الصلاة تقول اجهر الله، تغمض عينيك وتقول 10 مرات، هذا الأفضل. لا مانع أن تقولها سرا بقلبك، أن تجريها على قلبك، ولكن أفضل، حتى بعضهم قال يقول الله هكذا يقول مثلا الله، يحرك رأسه من يمين يسار إلى يمين ومن اليمين إلى يسار من جهة القلب، هناك يعني طرق متعددة تختلف، المهم أنت أن تذكر هذا الاسم بهذا المقدار القليل كما قلنا سابقا، وترسم هذا في مخيلتك. هذا معنى قوله حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب، ثم لا يزال كذلك حتى تمحى من القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب. ما هي حقيقة معنى كلمة الله؟ المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقصان. الآن نذكر حديث النبي الكريم، انتبه، لما الباري تبارك وتعالى وقال عند الترمذي ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تصل أنت الآن قلبك هذا لا يشرك بالله شيئا، يعني عندما تأكل لا ترى الشبع من إلا من الله، أي شيء يحصل معك من نفع وضر لا ترى نافعا ولا ترى ضارا إلا الله. هذا معنى تبقى في القلب حقيقة كلمة الله، هذا لا يأتي بيوم وليلة،
هذا يحتاج إلى تكرار، إلى ممارسة. تواظب على هذا الذكر، تواظب على كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الصلاة على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تجعل نفسك وردا لا تتركه لا في صباح ولا في مساء. مع الاستمرار المريض ليس من أول كبسولة دواء يعافى، ولا من أول ملعقة شراب تذهب العلة. قد يشرب العبوة كلها ولا يعافى، يقول له الطبيب أعدها مرة ثانية. وهكذا الذكر. قال حتى تمحى من القلب وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه. لأن القلب إذا اشتغل بشيء خلا عن غيره أي شيء كان. فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا محالة من غيره. وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والخواطر التي الآن أصبح القلب عامرا بالله، فينبغي عليه أن يراقب الوساوس كي لا تخترق هذا القلب، كي يحافظ على هذا النور الذي حصل له في قلبه. وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة، وكان أيضا نقصانا، فليجتهد في دفع ذلك تلك الوساوس والهواجس والمتعلقات الماضية كلها، يجتهد عن قطعها. ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة، إلى كلمة الله، جاءته الوساوس من هذه الكلمة. وإنها ما هي؟ يعني أنت الآن صار قلبك خالصا مع كلمة الله ومع صفتها، يأتيك الشيطان فيقول لك ما هي كلمة الله؟ من أين جاءت؟ يأتي ليزرع الشكوك، ليشوش عليك خلوة قلبك. لذلك أحبابي لا تظن أنك تخلو من مجاهدة في لحظة من اللحظات، لا تخلو من مجاهدة ومن مراقبة لهذا القلب ولهذا النور الذي حصلته في قلبك. يعني إنسان رأيته بعدما رسم، جاء بلوحة وقام برسمها وبذل فيها جهدا ومالا وتعبا، لما انتهى قام بتمزيقها، هذا أحمق. فأنت بذلت جهدا في تحصيل هذا النور في قلبك، بعد ذلك تفعل معصية، تتعمد معصية، قرأ قرآن وذكر وبعد ذلك جلس ينظر إلى معصية أو يفعل معصية. بعد هذا الذكر مثله كمثل من جاء بالبقرة وحلب حليبها، فلما انتهى صار جاهزا للبيع أو الشرب بال فيه، صار نجسا. ما ينبغي أن تفعل ذلك. هذه المراقبة للنور لما حصلته في قلبك ينبغي أن تكون بعد الطاعة طاعة أخرى، طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. فإذا ما فعلت معصية رجعت بالتوبة والندم مباشرة، تنقطع، تقطع المعصية، لا تستمر فيها. قال وإنها ما هي وما معنى قولنا الله، ولأي معنى كان إلها وكان معبودا، ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر، وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارها لذلك ومتشمرا لإماضته عن القلب لم يضره ذلك. المهم أنت تكون دائما تجاهد وتطرد هذه الأفكار عن فكرك وقلبك. وهذه الوساوس منقسمة إلى قسمين. الأول ما يعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه. أنت أثناء الذكر يأتي ويقول لك الشيطان الله من أبوه؟ أنت تعتقد أقينا جازما أن الله لا والد له ولا ولد، ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه. ليه؟ كي يشوش عليك، هذا من المشوشين، ويجريه على خاطره. فشرطه ألا يبالي به ويفزع، فيقول لا إله إلا الله، ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويبتهل إليه ليدفعه عنه، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا إلى الله. يأتي الشيطان يوسوس فلا يجدون عصمة لهم إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أولئك هذه صفة من؟ صفة أهل التقوى. المتقي يوسوس له الشيطان ولكن يقطع ذلك بالرجوع إلى سيده ومولاه.
القسم الثاني ما يشك فيه، فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه، تأتيه شبهة متعلقة بالذات الإلهية أو بالعقيدة ثم تصبح شكا عنده، لا بد أن يعرضها على شيخه. بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة كسل يعني أو نشاط أو التفات إلى علقة من علائق الدنيا أو صدق في إرادة، فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحدا. انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم قال مشروعيتها، مشروعية الخلوة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كوردا لا تتركه لا في صباح ولا في مساء مع الاستمرار. المريض ليس من أول كبسول الدواء يعافى، ولا من أول ملعقة شراب تذهب العلة. قد يشرب العبوة كلها ولا يعافى، يقول له الطبيب أعدها مرة ثانية. وهكذا الذكر. قال حتى تمحى من القلب وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه، لأن القلب إذا اشتغل بشيء خلا عن غيره أي شيء كان. فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا محالة من غيره، وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والخواطر التي تتعان. الآن أصبح القلب عامرا بالله، فينبغي عليه أن يراقب الوساوس كي لا تخترق هذا القلب، كي يحافظ على هذا النور الذي حصل له في قلبه. وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضا نقصانا، فليجتهد في دفع ذلك تلك الوساوس والهواجس والمتعلقات الماضية كلها، يجتهد عن قطعها. ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة، إلى كلمة الله، جاءته الوساوس من هذه الكلمة. وإنها ما هي؟ يعني أنت الآن صار قلبك خالصا مع كلمة الله ومع صفتها، يأتيك الشيطان فيقول لك ما هي كلمة الله؟ من أين جاءت؟ يأتي ليزرع الشكوك ليشوش عليك خلوة قلبك. لذلك أحبابي لا تظن أنك تخلو من مجاهدة في لحظة من اللحظات، لا تخلو من مجاهدة ومن مراقبة لهذا القلب ولهذا النور الذي حصلته في قلبك. يعني إنسان رأيته بعدما رسم، جاء بلوحة وقام برسمها وبذل فيها جهدا ومالا وتعبا، لما انتهى قام بتمزيقها، هذا أحمق. فأنت بذلت جهدا في تحصيل هذا النور في قلبك، بعد ذلك تفعل معصية، تتعمد معصية، قرأ قرآن وذكر وبعد ذلك جلس ينظر إلى معصية أو يفعل معصية بعد هذا الذكر. مثله كمثل من جاء بالبقرة وحلب حليبها، فلما انتهى صار جاهزا للبيع أو الشرب بال فيه، صار نجسا. ما ينبغي أن تفعل ذلك. هذه المراقبة للنور لما حصلته في قلبك ينبغي أن تكون بعد الطاعة طاعة أخرى، طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. فإذا ما فعلت معصية رجعت بالتوبة والندم مباشرة، تنقطع، تقطع المعصية، لا تستمر فيها. قال وإنها ما هي وما معنى قولنا الله ولأي معنى كان إلها وكان معبودا، ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر، وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارها لذلك ومتشمرا لإماضته عن القلب لم يضره ذلك. المهم أنت تكون دائما تجاهد وتطرد هذه الأفكار عن فكرك وقلبك. وهذه الوساوس منقسمة إلى قسمين. الأول ما يعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه. أنت أثناء الذكر يأتي ويقول لك الشيطان الله من أبوه؟ أنت تعتقد أقينا جازما أن الله لا والد له ولا ولد، ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه. ليه؟ كي يشوش عليك، هذا من المشوشين.
ويجريه على خاطره، فشرطه ألا يبالي به ويفزع فيقول لا إله إلا الله، ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويبتهل إليه ليدفعه عنه، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا إلى الله، يأتي الشيطان يوسوس فلا يجدون عصمة لهم إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أولئك هذه صفة من؟ صفة أهل التقوى. المتقي يوسوس له الشيطان ولكن يقطع ذلك بالرجوع إلى سيده ومولاه. القسم الثاني ما يشك فيه، فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه، تأتيه شبهة متعلقة بالذات الإلهية أو بالعقيدة ثم تصبح شكا عنده، لا بد أن يعرضها على شيخه. بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة كسل يعني أو نشاط أو التفات إلى علقة من علائق الدنيا أو صدق في إرادة، فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحدا. انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم قال مشروعيتها، مشروعية الخلوة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.